السلام عليكم، مرحبا بجميع متتبعي قناة كوكويت. ديجا نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم غراتان بالبطاطس، كذلك بقطع الدجاج والخضر متنوعه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه لوليداتكم كوجبه غداء او عشاء مع سلطه بالخس والبرتقال. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها، ونخليكم ان شاء الله مع المقادير وطريقه التحضير. ونبداو بسم الله على بركه الله. المقادير وطريقه التحضير: غادي نحتاج 300 غرام ديال الدجاج من جهه ديال الصدر مقطع مربعات، خيزو واحد يعني جزاره اللي هي محكوكه، واحد المعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس. غادي نحتاج اما كورجيت يعني القرعه الخضراء محكوكه الا كانت حجم كبير وحده، والا كان الحجم اللي هو متوسط استعملوا جوج. عندي واحد البصله مشلضه، وعندي ثلاثه الفصوص ديال الثومه محكوكين. عندي هنايا نصف فلفله حمراء ونصف فلفله صفراء هكذا مشلضين. وغادي نحتاجوا بالنسبه للعطريه لهذا الحشو هذا غنحتاجوا الملح، الخرقوم، ونحتاجو الابزار، وغنحتاجو كذلك شويه ديال الزعتر. وبالنسبه للبطاطا غنحتاج شويه ديال هذه البودره ديال الثومه. الا ما كانش بودره ديال الثومه ممكن تحكو فيها واحد ثلاثه الفصوص ديال الثومه خضرين. وغنحتاج فيها شويه ديال هذا الدقيق ديال البصله، حتى هي البودره ديال البصله. الا ما توفراتش حتى هي ممكن تستعملوا شي بصله وتشحروها هكا في الزويته حتى كتحمر، وغتخلطوها مع البطاطا. اول مرحله غادي ناخذوا البطاطا ونحاولوا نمعكوها مزيان ولا نطحنوها. الا ما توفرتش عندنا بحال هاد الاله اللي كتمعك، نديرو غير فرشيطه ونمعكو بها البطاطا مزيان. بالنسبه لهاد البطاطا ملي هكذا طحنات مزيان غنزيد فيها شويه ديال الابزار، وغادي نضيف شويه البودره ديال البصل، وغنزيد شويه ديال البودره ديال الثومه. كما قلت لكم الا ما توفرتش هذه البودره ممكن ديروا الثومه هكذا فصوص. وهنا غنستعمل شويه الزيت البلديه، تقريبا الجهد ديال واحد جوج معالق ديال الزيت البلديه. وغندير هذا الكاس ديال الحليب وغنبدا نخلط هذه البطاطا. ممكن لما بغيتوش ديروا الزيت ديال الزيتون ديروا الزبدة في بلاصة الزيت. صافي غنخلطوها مزيان ونخليوها جانبا حتى نشحروا الدجاج مع الخضرة. وهنا خديت واحد المقلة سخنتها مزيان، درت ليها الزيت البلدية وزدت البصلة اللي مقطعة مربعات، شحروها، زدت عليها الفلفلة حمراء وصفراء كذلك تشحر، ضفت عليهم الملح وكنخليهم حتى كيهبطوا شوية. عاد كنضيفو عليهم الجزر اللي مبشور، صافي كنشحروه حتى هو كذلك مزيان. انا هنا راني مسرعه الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف. كنضيف الكورجيت حتى كتشحر مزيان وكيهبط شويه منها الماء، كينقص منها الماء. كنضيف مربعات ديال الدجاج وكنضيف الثوم، صافي وكنخليوها تشحر مزيان. عاد غنضيف العطريه. هنا ضفت معلقه ديال الخرقوم، عرق، نصف ملعقه ديال الابزار، وملعقه ديال الزعتر. ممكن اللي ما بغاش يدير الزعتر يستبدلها بالكمون. صافي كنشحروه مزيان. واخر مرحله كنضيف شويه ديال القزبر ومعدنوس، صافي وكنطفي عليها النار
كناخذ واحد المول اللي كيدخل للفرن، كندهنوه بشويه ديال الزيت الزيتون، وكنحاول نقسم الخليط ديال البطاطس على زوج، وكنوزعو على هاد الطبق مزيان. نحاول هكذا نسرح بالمعلقة، وكنفرغ كذلك ديك الخضار مع الدجاج ونوزعها في الطبق كذلك حتى هي مزيان يعني بالتساوي صافي. وكنجيب عاوتاني ديك النصف ديال البطاطس اللي بقى حتى هو كنحاول نوزعه هكذا كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. وهنا غادي ندير واحد لاباري ديال هاد لاكراتا. خديت جوج ديال البيضات، أربعة ديال الفرماجات هكذا مثلثات، شويه ديال الابزار، ممكن تزيدوا نصف كاس ديال الحليب او نصف كاس ديال القشده الطريه، وتضيفوا شويه ديال الملح. وغادي تطربوا مزيان هاد لاباري. بعد ما امتزج الخليط مزيان غادي ندير غير هاد الشريطات هكذا بالفرشيط، وغادي نفرغ لاباري هكذا نسرحها مزيان. وغادي نكون مسخنة الفران على درجة حرارة 180، وغندخل هاد الكراتان يطيب. وهنا خديت واحد الراس ديال الخس، غسلته مزيان وخليته تقطر كذلك مزيان، وغادي نقطعوه على هاد الشكل. كذلك خديت واحد ثلاثه البرتقالات ونقيتهم حيت ليهم الجلده الفوقانيه، وحيت ليهم كذلك ديك الجهه البيضاء اللي كاينه الفوق، وغادي نقطعهم هكا على دوائر، ومن بعد كل دائره غنقطعها على اربعه، وكنضيف لها واحد المعلقه ديال السكر، وكنقدموها بالصحه والراحه. وهنا ملي خرجت الكراتان من الفران كيجي هكذا على هذا الشكل محمر، وكيجي بنين بنين بزاف. هنا غادي نقطع واحد الطريف باش تشوفوه من الداخل كيفاش كيجي. كيجي لذيذ، وكيجي غني يعني، والوليدات كتعجبهم البطاطا، ممكن نديروه ليهم هكا كوجبة غداء او عشاء. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش ديروا اعجاب، والى فيديو قادم ان شاء الله.